السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كابتن سيف زاهر على قناة اون تايم سبورت من شوية بيقول ان الاهلي اتظلم السنة دي في دوري ابطال افريقيا، اللي هو ازاي انا معرفش، وعمال يعد في الحاجات اللي اتظلم فيها النادي الاهلي بشكل غريب جدا. ده الاهلي اساسا ما كانش مشارك في البطولة دي، لو تيجي شكل قانوني الاهلي اللي طالع ثالث الدوري الموسم اللي فات قانونيا ما يشاركش في دوري ابطال افريقيا، ولكن بقى انت عارف يعني الدنيا بتتم ازاي. فين الظلم يا عم سيف زاهر؟ ده الاهلي خد البطوله، ظلم فيه؟ يقول لك لا اصله ما ظلمش في استقباله هناك في المغرب، استقبلوه كويس. طب وايه ما ظلم؟ ما ظلمش اصلا عشان لعب مش عارف. لا ده ما كانش الظلم، وعمال يجيب لك حاجات غريبه جدا. امال الظلم في ايه يا عم سيف زاهر؟ يقول لك الظلم احنا قلنا مش عارف ايه ضد الاهلي، وقلنا الاهلي مش مرشح والاهلي مش هياخد البطوله. لا يا عم، ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني كلام غريب خالص، كلام غريب خالص، ويعدل لك في نقط ظلم النادي الاهلي. انا مستغرب يعني ظلم ايه اللي شافه الاهلي؟ ظلم ايه ده؟ بطوله هو ما كانش يشارك فيها الاهلي اصلا، ولكن الف مبروك لجمهور النادي الاهلي وبتاع. لكن ما بتكلمش الظلم، يعني بتكلم بقى على الفرقه بقى المظلومه حقيقيه يا عم سيف زاهر. ومعرفش ده اسلوب تطبيل ولا اسلوب، اتقي الله سبحانه وتعالى. واحنا في ايام مفترقه، وانا مش هظلمك ولا اظلم اي حد، ولا اظلم جمهور الاهلي ولا الزمالك ولا اي جمهور في الدنيا كلها، بس قولوا كلمه الحق عشان نرضى ربنا سبحانه وتعالى، عشان يرضى عنا وتقوا ربنا سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمه الله.